بداية نتوجه بالشكر الجزيل لمنبر أصوات على استضافة المكتب الإقليمي لمنظمة النساء الحركيات بإقليم مولاي يعقوب، فرع مولاي يعقوب، بمناسبة اليوم الأممي للنساء. وهذا اليوم كما تعلمون تحتفل به النساء عبر بقاع العالم. من هنا من مدينة فاس نوجه تحية لكل النساء المغربيات، النساء اللواتي هن في الحضر أو في القرى وفي أعالي الجبال. نقول لهن يومكن مبارك سعيد، مزيد من المكتسبات في ظل دولة الحق والقانون. هذا اللقاء الذي يندرج تحت يمكن أن نعتبره حوار من القلب إلى القلب من المرأة. كانت امرأة شابة، كانت امرأة تعمل في الحقل في البيت. رسائل سنوجهها من هذا المنبر إلى كل النساء إن شاء الله، لكي نقف عند مجموع من المكتسبات التي حققتها المرأة المغربية في ظل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة نصره الله. اليوم كذلك أنا سأطرح مجموعة من الأسئلة، وكما كتعرفوا أنتم تبارك الله نساء شابات، غادي تقدم كل واحدة فيكم النفس ديال نفسها في أي شيء تشتغل، ثم كذلك العضوية ديالها في مكتب النساء الحركيات وحزب الحركة الشعبية. بغيتكم كذلك هذا اللقاء اللي غادي تعرفوا به نفسكم واللي غادي نطرحوا من خلاله حوار شيق ننقله عبر جريدة أصوات إلى جميع النساء عبر الوطن وخارج الوطن أيضا. إذا غادي نعطي الكلمة أولا للأخت إحسان النادي، هي أستاذة تقدم لنا النفس ديالها وبعجالة حاول تعطيني الصفة المهنة ديالك، الصفة ديالك داخل المنظمة وداخل الحزب الحركي الشعبي. مساء الخير، نادي إحسان، أستاذة وفاعلة جمعية، رئيسة منظمة النساء الحركية فرع مولاي يعقوب، الانتماء ديالي كذلك في حزب الحركة كنائبة مقرر لحزب الحركة الشعبية في إقليم فاس. مكتب نساء الحركيات إقليم مولاي يعقوب، سعيدة بالتواجد ديالي معكم وكنشكر مجلة أصوات على هذه الفرصة وعلى هذا النقاش. السلام عليكم، معكم فدوى كريم، عضوة في حركيات النساء ديال إقليم مولاي يعقوب، وسعيدة في هذا النهار هذا ديال أن جريدة أصوات معنا كنهضروا على مجال المرأة، وشكرا. معكم صبيحي فاطمة، بهذه المناسبة كنبغي نشكر الأستاذة على هذا اللقاء المبارك، عضوة في مكتب نساء الحركيات فرع إقليم مولاي يعقوب. السلام عليكم، الاسم ديالي صبيحي حكيمة، عضوة في مكتب النساء الحركيات. أنا سعيدة بالتواجد ديالي معكم اليوم وكنشكر جريدة أصوات. معكم ماجدة سامر، عضوة المكتب الإقليمي لمنظمة النساء الحركيات، وكنشكر جريدة أصوات على هذه الاستضافة. مساء النور، معكم فدوى الخاشي، عضوة المكتب الإقليمي للنساء الحركيات. كنشكر جلبة أصوات على هذا اللقاء الطيب، كنشكر الأستاذات والعضوات الإقليمية. أنا سعيدة معكم سيادة عضوة لجنة التمكين الاقتصادي مع منظمة النساء الحركيات، كنشكر جلبة أصوات وتحية طيبة. السلام عليكم، معكم ليلى ياساري، عضوة في المجلس الإقليمي للنساء الحركيات مولاي يعقوب، كنشكر جريدة أصوات على هذه الالتفاتة الجميلة. سميرة أستاذة،
عضوة في منظمة النساء الحركيات بصفة كاتبة، سعيدة تواجدي معكم. ننقل كأول يعني سؤال، نحن اليوم مجتمعات في شهر مارس. هاد شهر مارس بالنسبة للمرأة المغربية، بالنسبة للمرأة عبر العالم، أي حدث تتذكره أو تخلده أو لماذا نقف في شهر مارس بالضبط عند مكتسبات النساء؟ بالنسبة لهذا الشهر مارس هي بمثابة، لا نقول أنه عيد المرأة، كما هو هي وقفة أو التفاتة للمرأة المغربية بصفة عامة، كشابة أو كمرأة بصفة عامة، شنو هما يعني ما هي المكتسبات التي حققتها، وما هي الإكراهات أو الصعوبات التي لازالت تعاني منها المرأة المغربية بصفة عامة من جميع الفئات، كشابة أو كمرأة. هذا اليوم هو بمثابة كما قلت وقفة، اللي لازم يعني تكون واحد التفاتة، لا من ناحية التكوين أو من ناحية التأطير أو من ناحية المعرفة لهذه المرأة كطالبة مثلا، شنو هما التطلعات كطالبة كمرأة قروية مثلا، لأننا احنا يعني كنهضروا على فرع مولا يعقوب أنه مجال قروي، وأنه فيه نساء وفيه شابات كمثلكم أنتم اللي الحمد لله عضوات، وأنتم هما المشعل ديال هذيك المنطقة، لأنكم أنتم أدرى بهذيك المنطقة أكثر. شنو هما الحاجات اللي يعني ما هي الحاجات اللي المكتسبات اللي خديتوها واللي مازال كطمحوا لها أكثر من المرأة اللي هي في المدن؟ هذه هي نورمالمون يعني كما كنقولوا الوقت اللي خصنا نهضروا عليه كهاد يعني كشهر مارس او كيوم عالمي. ممكن الاخوات، طبيعه الحال انتن شابات انخرطتن في منظمه النساء الحركيات وفي العمل السياسي في حزب الحركه الشعبيه. احنا من هذا المنطلق واللي تحتنا جريده اصوات، بغينا نعرفوا سبب الانخراط ديالكم في الفعل السياسي، يعني ما هو هذا السبب؟ لماذا انخرطتي في عالم السياسه في منظمة حزبية في حزب الحركة الشعبية بالخصوص؟ أول سبب اللي خلاني أنني انخرط وخصوصا في الحزب الحركي هو يعني الثقة، يعني كنشوف هذا الحزب هذا اللي كينبني على الثقة وعلى مبني على الثقة الاستفادة، يعني كنشوف وفيه شباب، خصوصا كنشوف فيه شباب بزاف اللي باغيين يخدموا، وخاصة بالعالم القروي اللي كنعانيو بزاف ديال المشاكل. يعني كنشوف ان خاصة المرأة القروية ما منغلقة غير على الدار، وكنشوف غير مثال اليوم العالمي للمرأة، كاين اللي ما عرفاش هذا النهار كاين اليوم العالمي للمرأة، ويعني اليوم العالمي للمرأة اللي كتعرف بأن اليوم العالمي للمرأة يعني غير تقديم الورد أو لا تقديم التهنئة، يعني ما عرفاش بأن ذاك اليوم العالمي خصني نشجع المرأة على العمل، وخاصة في المجال السياسي اللي المرأة قليلة، ما كنشوفوش المرأة بزاف في المجال السياسي، كنشوفو المرأة دائما غير في الدار أو لا غير في المجال ديال التعليم أو لا في الطب. يعني بغينا نشوفو المرأة في المجال السياسي. و نعم، شكرا. بالنسبه لك عندك شي اضافه في هذا السياسي؟ شنو الهدف ديالك في العمل السياسي وفي منظمه النساء الحركيه؟ الاسباب الرئيسيه اللي كتخليني انني كشابه منخرط في العمل السياسي هو انني كنلاحظ مجموعه الاكراهات اللي كتوقف في الطريق ديال المراه خصوصا القرويه. يعني مازال يعني واخا حققنا بزاف من قدام، ولكن مازلنا داك التفكير الذكوري، مازال المراه القرويه كما قالت الاخت فاطمه منغلقه على الدار، مازال عندنا بزاف ديال المشاكل. يعني حنا الا ما حاولناش نحلوا هذه المشاكل كشباب، ان ديك المشاكل ما غاديش تحل، كتبقى ديما بحال هكا. من بين المشاكل اللي عندنا هو ابسط الحقوق اللي هو غير النقل، عندنا مشكل فيه في مجال القروي،
المشاكل في البنيات التحتيه. يعني حنا فاش كنشوفوا هذا الشيء كتجينا واحد الغيره على بلادنا، كتجينا واحد كنحسوا باللي حنا خصنا نديروا شي حاجه. داكشي علاش كنحاولوا نديو الراي ديالنا يوصل للراي ديالنا، ونكونوا حتى حنا بحالنا نكونوا حتى حنا يعني ديما في المقدمه، وحتى حنا نعم يعني التواجد ديالك في العمل السياسي. التواجد ديالي انا لما لا انني اطمح ان اكون في البرلمان، نكون في مجال ديال الجامعه، اشياء اخرى. وشكرا. نعم جميل جدا. اذا غادي نمشي انطلاقا من كما كتعرفوا المجالس المنتخبه ذكرت البرلمان اللي هو مجلس اللي كيخص بالتشريع ديال القوانين، واللي فيه كتخذ قرارات كثيره جدا. اللي اذا ما كانتش المراه داخل هذا المجلس والتمثيليه ديالها داخل هذا المجلس، فصعيب اننا نحقوا المكتسبات ونجاوبوا على التطلعات ديال النساء. الحمد لله كان اليوم المسار السياسي اللي قطعته المراه، واللي تقريبا من 1963 حتى 1993 كما درنا في الدوره التكوينيه السابقه، شفنا على ان طلعوا لنا جوج النساء للبرلمان، جوج النساء ظرف 30 سنه. اليوم من بعد ما كان هذا التراجع على الحقوق ديال النساء واللي عطاها لها الدستور في الحق في التصويت والحق في الترشيح، ومع ذلك في ظرف 30 سنه عطاونا جوج، اذا كان لابد باش تكون عندي واحد الاليه اللي غادي يمكن ترفع ليا المشاركه ديال المراه والتمثيليه ديالها داخل البرلمان. ومن ثم فين جاتنا الكوطه في 2002 واللي عطاتنا 30 امراه اللي دخلت البرلمان بالكوطه. نتوما كنقولوا تنسمعوا كثير ديال الاصوات لا من النساء ولا من الرجال، كيعتبروا على ان الكوطه هي صداقه. الكوطه ليست صداقه، الكوطه هي مكتسب، هي مكتسب ناضلت من اجله النساء والحركات النسائيه، المنظمات الموازيه ديال النساء الموازيه للاحزاب. كل هذا المسار النضالي هو اللي خلاني نوصل لواحد لائحه وطنيه خاصه بالنساء اللي عطاتني 30 ديال النساء في 2002. مشينا الانتخابات ديال 2007 نفس النسبه بقات، المقاعد 395 مقعد، 395 مقعد في البرلمان، ولكن عندي شحال فيه 30 مره طلعت لي بالكوطة. كاين اللي طلعوا لنا يعني بالمباشر، عدد قليل جدا، ربما نعتبروا 4 اللي كانوا بالمباشر انذاك ومحسوبين على رؤوس الاصابع، ولكن كانت عندنا واحد الطفره اللي جا بها دستور 2011. دستور 2011 اهم فصل اللي كي يعطي للمراه الحق في المساواه. شنو هو الفصل اللي كيعطيها الحق في المساواه؟ الفصل اللي كيعطي الفصل 19. اذا الفصل 19 والفصل 30، مزيان، الفصل 19 والفصل 30. هذا الفصل 19 والفصل 30 تعني المساواه مع الرجل في الاقتصاد، وحنا غادي نمشيو للاقتصاد نشوفوا واش المراه كاين شي مساواه ولا لا. في الثقافه، في البيئه، في السياسه، وفي البلوغ مراكز القرار. وبالتالي كان عندي واحد يعني بحال كانت واحد الاضافه، هي اننا اعطينا 60 ديال النساء في اللائحه، ودرنا واحد اللائحه جزئيه ديال 30 اللي هي من الشباب والشابات. هذه اللائحه اللي كتعطيني 30 زائد 60 هي 90، حنا ما كنحسبوش 30 لان هذيك راه فيها شباب وشابات. والا لاحظتوا الكرونولوجيا ديال الاحزاب، ان مشاو لنا لديك اللائحه اللي هي خاصه مشتركه بين الشابات والشباب وداروها كلها شباب. هذا يعني كيبقى دائما واحد يعني مشكل كبير في التمثيليه ديال المراه. 2011 جانا الدستور، بدات المساله ديال المناصفه، الحديث في الفصل 19 يعني المناصفه، ولكن واحد التعبير في الماده شنو ستقول؟ يسعى الى تحقيق حقوق
حقوق المناصف. يسعى كلمة يسعى غير واضحة. حينما يكون الدستور يقول مساواة بمعنى أعطينا أخويا نص نص 50-50، كنا في المجلس 30-15-15، كنا في البرلمان 395 قسمها على جوج أعطاني النسبة ديالي. لكن كاين الإشكال اللي وقع هو أنه حتى ديك اللائحة ديال 30 فكانت يسيطر عليها الشباب، يعني من حيث الجنس. اليوم كاين جديد اللي جاني في البرلمان، وهو أننا خلينا واحد 90 ديال المقاعد كلها خاصة باللائحة ديال النساء، 90 مقعد. هاد 90 مقعد في 395 واش كيحقق المناصفة الحقيقية اللي كنسعوا ليها كنساء؟ شكون يجاوب؟ إذا شنو اللي كينتظرنا؟ شنو اللي كينتظرنا حنا كنساء كشابات؟ ماذا ينتظرنا من أجل تحقيق المناصفة؟ شنو كينتظروه؟ يمكن لكم تقولوا لي مثلا حنا كنساء، نساء لماذا لا تترشح النساء على رأس اللوائح الانتخابية؟ علاش ما كنلقاوش نساء مثلا على اللوائح البرلمانية؟ كنلقى وكيلة اللائحة هي امرأة، أو مثلا في الجماعات المحلية كل واحد ياخذ تجربه ديال الاقليم ديالو ديال الجماعه ديالو. علاش ما شنو السبب اللي كيخلي المراه انها ما تكونش وكيله لائحه ديال يعني الترشيح للمجالس المنتخبه في الاستحقاقات؟ تحاولوا تجاوبوني شنو السبب مادي، واش سبب كاين هناك خوف، واش اذا سدا كل دول المشاكل بحال هكا ديال المرأة ما كتترأش اللوائح، كيكون تخوف، كيكون عدم ثقة في النفس. أكيد كتقولها ما يقدرش الناس يديروا فيا ثقة، ما نقدرش ننجح، ما نقدرش نمثل. لهذا خصنا نكون فرض الوجود، تكون ثقة في النفس باش نزيدو قدام. مزيان، إذا إلا كانت هاد الثقة في النفس باش يمكن لي ندير ثقة في النفس؟ باش شنو اللي كيخليني أنني نثق في نفسي؟ ما هو تكوين من غادي نجيب انا التكوين ديالي؟ ملي غادي ملي غنتخزين فين خصني نكون؟ هذا السياسه. اذا هو الاول يمكن لي نكون يدا للرجل، خصني يكون عندي اولا انخراط في العمل السياسي، يكون عندي ايضا تكوين، نكون الرغبه جيده، تكون عندي واحد الرغبه. اذا ولكن هل تكفي الرغبه؟ واش الرغبه تكفيني؟ وهل تكفي الإرادة في ظل أننا كنوجدوا مرشحون اللي ربما كنعبروا عليهم بصحاب الشكارة، كنعبروا عليهم واش هذا كي؟ لا كيهمش وكيقصي المرأة، وكي حتى إلا كانت عندها قدرات ديالها دائما تحاول أنه يهمشها، ولكن من هنا يعني المستقبل كيبان لي بأن المرأة تشجعات وأنها يعني بينات القدرات ديالها وبينات الكفاءات ديالها، وهنا ولات كتنافس الراجل، ولات يعني الند ديالو. يعني هذه يعني المرأة باش انها ترشح كما قلتوا لهاد يعني خصها تكون عندها كفاءة، تكون عندها قدرات وتشجع باش تنخرط في العمل في العمل السياسي. وهنا كنوجدوا في المجالس جميع اللي ما بغى يكون على مستوى وطني ولا على مستوى العملات ولا الجهات، توفر الكفاءة الرجال حتى نشترطها في فدوى. الكفاءات ما كتدارش في الرجال اكثر من النساء، لان الرجل كيكون اي مجال كيقد يبين كيدخل له جبهه سواء عارف ولا ما عارفش. شكرا. بالنسبه اليوم صراحة أنا سعيدة جدا أننا نكون في مجتمع اللي هو اللي إحنا جينا منه كأقليم قروي، واللي الحمد لله استطعنا أنكم أنتم يعني تخرجوا من ذاك الاقليم، أنكم تنخرطوا في العمل السياسي من أجل كاين عندي واحد الهدف. هذا الهدف اللي كنسعوا ليه كاملين، يمكن لكم تكلموني على هذا الجانب ديال الهدف ديالكم، شنو كتوخاو من الانخراط في هذا العمل السياسي، ونربطوه بشنو قالت الاخت سميره على اساس اننا الثقه، نربط ان المراه اصبحت عندها الكفاءه. اذا شنو الطموح ديالكم في هذا؟
ما كانش مثلا عندنا مثلا كيجي شي واحد مثلا غير مره في السيمانه ولا يشرح لنا شنو هي السياسه غير كنفهم. مثلا حنا في المجتمع عندنا حشومه تكون غادي في الزنقه وانت كتهضر في السياسه، حشومه في الدار ما كيكونش ديك النقاش ديال ها هي الاخبار مطلقه وكيهضروا على السياسه، ولكن كشباب ها كلشي كيشوف ولكن ما كيشرحها لكش، يعني كيخليك ديك السياسه كما كنقولوا عندها ماليها، يعني كيخليوك دائما بعيد. يعني كون كانت غير مره في السيمانه الاطور يلتفتوا لهاد القضيه ديال غير ساعه ولا ساعتين يشرحوا لنا اللي بغى ينخرط في شي حزب ولا ها كيفاش شنو خصو يدير، بغيتي دير تكوين ها فين خصك دير. يعني المراه كامراه الا ما كانتش هي عندها واحد ثقافه تجاه السياسه، كيفاش غادي تكون عندها الثقه في النفس باش انها تمارس السياسه؟ بصح السياسه بصح المراه ولات عندها يعني ولات بارزه في جميع المجالات، لا سواء الطب سواء بزاف ديال المجالات، ولكن بالنسبه للمجال السياسي كما قالت الاخت ليلى ما عندناش فكره، ولو انك تبغي ولا تكون عندك رغبه ما عندكش فكره على المجال السياسي حقاش ما كنهضروش فيه بزاف. بما اننا حنا حضرنا دابا جايين من مجال قراوي وكنعانيو بزاف، احنا الاستفاده اللي بغينا نستافدو منها او نستافدو باش ندخل للسياسه هي اننا نخرجوا راسنا من داك التفكير حنا، ونخرجوا الشباب اللي جايين وديك الفئه اللي معانا خواتاتنا صغار ولا صحاباتنا ولا داكشي اللي كان تما باش من يوصلوا للراج ديالنا يكون هادشي ما بقاش، يعني يوليو اي مجال كيهضروا فيه واي مجال كيعرفوه. بالنسبه للسياسه حنا عندنا نقطه ما كنوصلولهاش كما قالت، عيب نهضروا فيها ولا نتواصلوا فيها ولا ما كانش اوتور اللي يعاوننا ولا هاد. دابا عاد ولينا شويه كان عند بس حنا مع ديالك الاستاذه فضل الاستاذه نهاد الحاكيات. انا يعني استطعنا نجولوا 12 جهه ديال تبعتوا معنا، وكنا دايرين حتى كاين الاخوات اللي راكم بطبيعه الحال خضعوا للتكوين واستافدوا من التكوين، ولكن هذه المنظمه ما عرفتش انها تجلس لان المسؤوليه كبيره جدا. المسؤوليه ديال منظمه نسائيه فهي التكوين والتاطير للنساء، والهدف ديال الهيكله وهذا نبغي نشير على ان هذا المكتب الاقليمي ديال مولاي يعقوب هو مكتب فاتي، يلا تقريبا هذه ربما الحمد لله في طاقات اللي من البرامج اللي حطيناها في اخر لقاءات تنبني اول شيء على التكوين وعلى التاطير وعلى لا في المجال السياسي لا في المجال يعني القياده النسائيه. طرحتي لي مشاكل مناقشه العنف، طرحتي لي تم دروس زواج القاصرات، نموذج ديال المغرب ككل. وبالتالي فالبرنامج ديالنا كمنظمه النساء الحركيات هو برنامج متنوع يجمع ما بين ما هو في اطار التواصل زيد ترشح باش يمكن لها تكون هي يعني مستقله، يكون ما يكونش عندها ديك الخوف، ما تكونش عندها ديك انعدام الثقه، لان الاستقلال المادي راه كيلعب واحد الدور كبير ايضا في واحد التربيه على اخذ المبادره. اللي مثلا غادي يجي شي واحد يقول لك ترشحي ليا في الدائره الفلانيه، تقول وانا ما عنديش ماديه واش غتعاوني ماديه، ولكن اذا كان عندك الماده فكتصبح انت تتنافسي على ديك المقام حتى انت تكوني انك وكيله لائحه فيه. اليوم حنا ربما عندنا تقريبا واحد 120 امراه على مستوى المجلس الوطني، وكذلك عندنا واحد انخراطات كبيره جدا على مستوى النساء بصفة عامة في الأقاليم كاملين. الحمد لله فضل التكوينات اللي درناها ولو في حالة طوارئ كما قلنا، فاستطعنا نوصل واحد 3000 ديال النساء عبر أقاليم المملكة. هاد 3000 هذا رقم ماشي سهل، هذا رقم باش تكونوا وباش تواصل معاه في ظل جائحة وفي ظل يعني مجموعة ديال كما كنقولوا إكراهات، فعلى الأقل كيبقى رقم اللي هو مهم جدا واللي من خلاله وصلنا فيه المرأة القروية، وصلنا فيه المرأة الطالبة الفتاة الطالبة، وصلنا لربة البيت، وصلنا يعني لجميع الكفاءات اللي هي حاضرة بقوة في بلادنا، واللي كتسنى فقط شكون ياخذ بيديها وشكون يخرجها ويعطيها المشعل. واليوم انتم يعني اغلبية ديالكم طالبات اساتذة
فاليوم جينا الاقليم مولاي يعقوب، حدثنا واحد المكتب باش ان شاء الله انتم هما اللي غادي تاخذوا المشعل، وانتم هما اللي غادي يكون البادره من عندكم، لان عندنا هنايا مجموعه ديال الجماعات، ماشي جماعه واحده، عندنا جماعات، وكاين جماعات اللي هي سبت الودايه مثلا اللي هي اقصى ما كاين في مولاي يعقوب، فصعيب انك يعني تخرج منها المراه وتدخلها للعمل السياسي. هذا مكسب، شكون كان من ورائه؟ كانت من ورائه منظمه النساء الحركيات. اذا فاللي كنبغي نقول لكم ربما واحد الا كان عندكم شي سؤال قبل ما نطرح انا السؤال باش ما نكونش كنستحوذ على السؤال اخوتي مرتبط بشكل رئيسه الجماعه، ما هي المشاريع بالتنمويه والتعزيز، يعني مثلا المراه ولا مقاربه التشجيع مقاربه النوع اولا فيما يتعلق بالتجربه، التجربه ديال مستشاره داخل المجلس، انا كنت من بين الفاعلات في هذا برنامج عمل الجماعه، وكان الهدف ديالي وهو تنزيل مشاريع من اجل تحقيق مقاربه النوع. وكنا تكلمنا على دار الصانعه، كنا تكلمنا على روض الاطفال، واللي الحمد لله تبناته، يعني لحد الان راه تبناته المديريه ديال التعليم، وصبحت على ان وصلنا لواحد العدد كثير، 83 حجره كلها غادي تكون ديال التعليم الاولي في الاقليم ديال مولاي يعقوب. وكذلك كانت هناك الربط مجموعه ديال الطواوير بالماء كمطلب اساسي، لان حنا اللي كنا كنخرجوا وكنشوفوا المراه كتدفع البرويطه ولا كتهز ولدها على ظهرها وهي كتمشي تقلب على الماء، ثم النقل المدرسي، ثم تعبيد الطرق ولو فتح المسالك. هذا مهم جدا لانه هو اللي كيحفزنا اولا باش ما يكونش عندي هدر مدرسي ديال الفتاه، باش ما يكونش عندي اقصاء المراه. والجميل جدا الجميل جدا الاخوات هو ان المراه التي لم تكن تعرف الجماعه اصبحت تحضر في جلساتها العامه، وهذا يشكل واحد مكسب للمرأة القروية وتحفيز لها على دعم المرأة كمنتخبة كمرشحة إن شاء الله. وإحنا مقبلين على الاستحقاقات المقبلة واللي طبيعة الحال تطلب منا بذل مجموعة من المجهودات، مجهودات كبيرة جدا، أولا لدعم النساء، ده هو الهدف ديالنا، دعم النساء للوصول إلى مراكز القرار، لان لما وصلتش المراه الى مراكز القرار فتضيع مجموعه من الحقوق، تضيع مجموعه من المشاريع التي تقيس المراه، تقيس الفتاه، تقيس الاطفال، وبالتالي فالتواجد ديالنا مهم جدا. اصبح القاسم الانتخابي يحكموها. هنا ربما كاين واحد الاشكال اللي صراحه هذا تقليص المقاعد ديال النساء، راه تقليص المقاعد هو اللي كيخلينا نتصارعوا بعضياتنا كنساء، لان دائما تبقى عندي 10 المقاعد مثلا على مستوى جهات فاس مكناس، كل حزب غادي ياخذ وحده. هنا خلقنا مشكل للنساء ديال الاحزاب، واش غادي تطلع هذه ولا هذه؟ اذا خليهم يتخاصموا بعضياتهم ويعطيونا ولا ما عطاونا شيء نجيبوا وحده اخرى من جهه اخرى، اي اشكال، هذا اشكال يطرح. ولكن اليوم حنايا الحمد لله المراه قادره على ان تفرض نفسها بكفاءتها بقوتها وبالضوابط القانونية اللي هي كتعتمد كسلاح ديال المرأة. لا نقول على أننا لا نستطيع ولا يمكننا أن نصل ولا يمكن، ولكن نحن متواجدات، نحن قادرات على تحمل المسؤولية، على ترشح على رأس اللوائح، على رئاسة المجالس للجماعات الترابية، ولا حتى حنا راه ما كنتكلموش على رئاسه البرلمان، وما كنتكلموش على مراه رئيسه ديال هذا، كنمشيو دائما كنشوفوا صغار، كنشوفوا المجالس، كنشوف البرلمان، كنشوف. ولكن اليوم عندنا واحد المسؤوليه كبيره جدا تقع على النساء في هذه الاستحقاقات هذه ان شاء الله، اللي كنطمحوا اننا نحققوا منها على الاقل واحد المكسب، ندافعوا على المناصب اللي ما كتوصلهاش النساء داخل هذه المجالس المنتخبه. كاين مكسب جميل جدا هو ديال المجالس ديال الاقاليم
اللي ما كانش المرأة ما كانش ممثلة نهائيا. مجالس الأقاليم العمالات وديال الأقاليم ما المرأة ما كيناش، كانت ممثلة 4%. اليوم الحمد لله كاين عندي الثلث اللي معايا ان شاء الله معنا كاملين، لان هما بمثابه كما قالت استاذه نهاد مشعل ديال المراه السياسيه المناضله اللي كنحثوا عليه اكثر. هو قلنا هضرنا على التكوين والتاهيل، ونقطه ثانيه هي خلينا كمنتخبه كناخبه، انا اللي كنبغي ناكد عليه هو انكم نتوما داك الاقليم كنا مجموعين تشوفوا حتى النساء اللي عازفين تاع البطاقه، عارف البطاقه ديال كناخبه، لان مشيت تصوت هذا هو راه بحد ذاته راه مهم جدا، ماشي كمنتخبه كناخبه. نشوف الجيران ديالي، نشوف الناس ديالي، نشوف الصحاباتي، نشوف كلشي باش يوعاو بالمشهد السياسي وشنو بامكاننا نقدروا نحطوا. هذه بصفه عامه وبكم الكلمه. احنا اليوم كنشكروا منظمه النساء الحركيات على هذه الفرصه اللي تعطات لنا، وكنشكروا الاستاذات على التاطير والتكوين اللي لازال مستمرا، وحنا كنساء قرويات كنطمحوا اننا نكونوا في مناصب لاخذ القرارات وتكون عندنا واحد الدور فعال لتنميه الجماعات. شكرا. هناك بعض الفتيات اللي كيتواجدوا معايا خصوصا في العالم القروي اللي كيشوفوني انني قريت ووصلت، وكيشوفوني يعني مازال ما خدمتش، ما كيبغيوش انهم يكملوا الدراسه ديالهم. علاش؟ حيت تيقولوا ها انت قريتي ووصلتي ولكن ما خدمتيش. يعني بغيت نغير لهم انا هذه الفكره هذه، يعني نخدم ونوصل باش نبين لهم القدرات ديال المراه بانها ما تبقاش منغلقه غير على الدار، يعني تنفتح على بزاف ديال المجالات. وهذا هو الهدف ديالي وانتمائي للحزب الحركه الشعبيه. وشكرا للاستاذه نهاد على هذه التكوينات وعلى هذه اللقاءات اللي كدير لنا، وكنتمنوا التوفيق. احنا بغينا الراجل اللي صوت على المراه، ماشي غير المراه اللي تصوت على الرجل او لا المراه تصوت على المراه. المراه كبرت داك الراجل، شكون اللي ولداته اصلا؟ هي اللي وجداته. يعني ماشي المراه خصها تجلس في الدار، المراه خصها توصل تسجل في البرنامج، خصها تكون رئيسه ان شاء الله، ماشي غير يكون رئيس البرنامج، خصها تكون رئيسه ان شاء الله، يعني رئيسه الحكومه. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي عندنا امل ان المراه غادي توصل، يعني المراه غتكون في مراتب يعني عاليه، يعني ماشي غير الراجل اللي خصو يوصل، راه حتى المراه. وحنا كنطالبوا بهذا الشيء، بغينا الراجل يصوت على المراه. اذا كرساله اخيره في هذا اللقاء وفي هذا الحوار الشيق اللي جمعتنا فيه في هذا الصالون السياسي اللي جمعتنا فيه جريدة أصوات، واللي كان نوجه الشكر للطاقم ديالها ككل. الحمد لله كنشوف النساء حاضرات ورجال، جميل جدا على مستوى الجريدة يكون عندها هذه مقاربة النوع. فرسالتي هي أن الحمد لله المرأة المغربية حققت مجموعة من المكتسبات، المكتسبات لا على مستوى مدونة الأسرة، لا على مستوى الجنسية، لا على مستوى قانون العنف، لا على مجموعة من المستويات. والآن صاحب الجلالة نصر الله بعد الكوطة التي قدمها للنساء كمبدأ لتنزيل المناصفة، اليوم نحن نطالب الدولة على أن تكون مسؤولة على أن يتحقق المناصفة أيضا غدا في المهام التي توزع داخل المجالس المنتخبة. رسالتي للمرأة المغربية، المشوار لا زال طويلا، المشوار يتطلب منك الانخراط الفعلي كشابة، كربة بيت، كعاملة في الحقل، كموظفة، كأستاذة، كمحامية، كطبيبة، لابد أن تنخرطي في العمل السياسي. بكفاءاتك ستصلين وتحققين المبتغى. عندنا محطة أمامنا، محطة الاستحقاقات المقبلة، كنتمنى على أن النساء يصوتوا لصالح النساء، على أن الدعم يكون للمرأة وما تكونش المرأة ضد المرأة، لأن هذا خديناه. كنتمنى على أن غادي تغير هذه الصورة السلبية، وغادي نمشي إن شاء الله بنوضع يدينا في يدينا كل وحدة وصلت لواحد المنصب، نشجعها لأننا وصلنا ليه كاملين، وكل وحدة قدرت تكون في يعني بالكفاءة ديالها بالقدرة ديالها
على تنمية البلاد فهذا في صالحنا جميعا. وكنتمنى على أن كل واحد يحترم يعني الشخص الآخر، يحترم أيضا أباجيدية السياسة، أن تكون سياسة بالأخلاق، أن تكون سياسة تنتصر للمناصفة في أفق استحقاقات 2021. وشكرا لكم. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.